وإذا جينا إلى الشروط التي تجب بها الزكاة، فهناك مجموعة من الشروط. بعض هذه الشروط تتوجه إلى المزكي، وبعض هذه الشروط تتوجه إلى المال المزكى. وقبل أن ندخل في عرض هذه الشروط، لابد أن نفرق بين نوعين من الشروط. هناك شروط للوجوب وشروط للصحة. والذي نريد أن نطرحه في هذا السياق أو في هذا المقام هي شروط الوجوب. فيا ترى، ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط الوجوب تتعلق بالتكليف، بمعنى أن هذه الشروط إن توفرت فالمرء مكلف بالعبادة. يمكن اختصار القول فنقول أن شروط الوجوب تتعلق بذات المكلف، إن توفرت جميعا صارت العبادة متوجهة إليه وواجبة عليه، وإن انخرم شرط من هذه الشروط فلا تجب عليه تلك العبادة. أما شروط الصحة فهي متعلقة بذات العبادة، فإذا توفرت جميع شرائط الصحة فالعبادة صحيحة مجزية، وإن اختل شرط من هذه الشروط فالعبادة غير صحيحة. ولتقريب الصورة يمكن أن نمثل بالصلاة. فهناك شروط لوجوب الصلاة، وهي العقل والبلوغ وقيام الحجة، طبعا قيام الحجة على المكلف بالصلاة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المكلف أن يصلي. وهناك شروط تسمى بشروط الصحة، إذا توفرت هذه الشروط فالصلاة صحيحة، كالوضوء والنية ودخول الوقت وغير ذلك من شروط الصلاة. فشروط الوجوب تتعلق بذات المكلف، وشروط الصحة تتعلق بذات العبادة.